السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وسلامتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد من الألعاب المجانية الموجودة موقع ايبك جيم. حاليا موجودين لعبتين مجانيات على موقع ايبك جيم، لعبة بلار ويتش. هاي اللعبة لعبة رعب. اللعبة عبارة عن ايش؟ عبارة عن شخص، انت بتكون معك كلبك فبتمر من غابة ملعونة، ولازم تحافظ على كلبك مثلا انه اذا عمل اشي كويس تكافئه بالحلوى، واذا ما عمل اشي كويس او شرد او اشي هيك ابعد، بتقدر تأدبه. اللعبة كتير حلوة، وطبعا حسب ما قرأت عن اللعبة الكلب إذا عملته كويس بأثر على طريقك في اللعبة، يعني بأثر على سير قصتك في اللعبة. اللعبة حاليا موجودة بشكل مجاني على موقع ايبك جيم، طبعا الحد الأدنى للجهاز اللي بتشتغل عليه ويندوز 7 انتل كور اي 3، يعني ما بدها مواصفات عالية كتير. الذاكرة 4 جيجا، مساحة خالية تبلغ 16 جيجا، و جي تي اكس 750، واعلى اشي هي اي 5 8 جيجا 16 جيجا مساحة تخزينية، و جي تي اكس 1070. اللعبة سعرها بالاصل 14 دولار، حاليا موجودة بشكل مجاني على موقع ايبك جيم. لو بتحب تروح تنزلها روح نزلها، ولو ما بتحب تروح تنزلها او ما بدك تنزلها على الكمبيوتر روح اضغط عليها وحطها في المكتبة عندك، وقت ما بدك تنزلها بشكل مجاني بتقدر تنزلها. ينتهي الخصم في 5/11/2020، 5/11 بعد 6 ايام بينتهي الخصم هذا. خلينا ننتقل على اللعبة الثانية. اللعبة الثانية عندنا اللي لعبة صيادين الاشباح. طبعا اذا ما حضرتوا الفيلم هذا، اللعبة هي بتعتبر اربع اشخاص بيحاولوا يصيدوا اشباح وشي زي هيك، بيدخل دور مهجورة او اماكن مهجورة، او بيكون مثلا الاشباح في المدينة حسب اخر القصة اخر الفيلم. فاللعبة كتير حلوة وسعرها بتصل 12 دولار، حاليا موجودة بشكل مجاني على موقع ايبك جيم. لو تحب تنزلها نزلها قبل 5/11، او اذا ما بتحب تنزلها حطها في المكتبة عندك، خليها عندك موجودة في المكتبة بشكل مجاني، وقت ما بدك تنزلها بتنزلها. هي بعض الصور لهاي اللعبة. طبعا الحد الادنى للجهاز اللي بتشتغل عليه ويندوز 7 اس بي 2، المعالج انتل اي 3، انفيديا جرافيكس جي تي 630، يعني ما بده مواصفات عالية. الذاكرة اللي هي الرام 4 جيجا، وعلى اشي ويندوز 10 اي 5 جي تي اكس 170، يعني ما بدها كثير مساحة. وذاكرة الرام بسعر 6 جيجا. اوكي تمام، اللعبة موجودة موقع ايبك جيم، لو تحب تنزلها تنزلها. تحياتي لكم، نشوفكم بخير، بتمنى ما تنسونا مدعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك. ان شاء الله اكون افدتكم، نشوفكم، سلامات.